أي إجراءات أمنية وممنوع حدا يعترض عليها. كل يوم حيكون في تفتيش، بدي الكل يلتزم بهذا القانون. شو قاعد تسوي؟ قالين أستاذي حوا ما في شيء، بس عم فتش الموظفين. وليش إن شاء الله تفتشهم؟ في جهاز عند باب الشركة، صحيح أنت؟ معليش يا جماعة، كل واحد على مكتبه لو سمحتوا، معليش. شو فيك؟ يا أستاذي، جهاز التفتيش آلي بالنهاية، ممكن تعطل، ممكن تخرب، صدقيني هيك أضمن. خلي السيستم ماشي مثل ما هو لو سمحت، شو فيك أنت؟ وقف وقف، وين طاحش؟ شو هذا اللي بإيدك؟ مسكور. مين أعطاك إياها؟ هدية للمسخور. شو هدية للسحور؟ مين أعطاك إياها؟ أنا ما يعرف. لك كيف ما بتعرف؟ اللي منين جبتها؟ واحد نفر. أنت أي واحد نفر بيعطيك شيء هيك تاخده منه وتسأله من هو؟ روح حطها بمكتبي لشوف. وليش إن شاء الله يحطها بمكتبك؟ يقول لك هدية باسم مسحور. يا أستاذي كرتوني ما بنعرف منين إجيت ولا مكتوب عليها شيء، لازم نشيك عليها، هيك أحسن. يلا على مكتبي لشوف. يلا الله والشكر. بما أنك جايب المزارع هذا يشتغل هنا، فهمت وش مهامه وش وظيفته وش شغله؟ ليش مسوي بعد؟ يحسب نفسه بمدرسة وموقف الموظفين كلهم طابور وقاعد يفتشهم بعد؟ مش قاعد يفتش عليه؟ مش تراني روح اسأله، تلقى الحين مسوي لهم طابور صباحي. ايش قاعد تسوي؟ خليكم برا، وجودكم هون خطر. خطر على شنو حبيبي؟ كرتوني ما بنعرف منين اجيت، خايف لا يكون في شيء قنبلة تنفجر ولا شيء قابل للاشتعال. انت صح انت؟ هدية هذه ما هي قنبلة. حبيبي ترى كل يوم بتجيها هدايا بمناسبة المنصب الجديد، فإذا انت كل يوم بالتعامل مع الهدايا على انها متفجرات فهذه كارثة. ومصعب وش اللي لقفك انك تاخذها وتجيبها هنا؟ كرتوني ما بعرف منين اجيت ولا مكتوب علي شيء، لازم فتشها. انا اللي جايبها وش فيك؟ انت اللي مسوي كل هالفيلم؟ ايه انا رسلتها، نشوف اخرتها. شو مديرة حياتي؟